أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. بهذه الفقرة حنتكلم على كيفية إبراز الجمال من الشعر وكيفية العناية به. أيضا لنا حديث بسيط عن آخر سرعات الشعر والتساريح مع ضيفتنا الكريمة في الاستوديو. إحنا معنا خبيرة تصفيف الشعر الأستاذة مريم نهاري سيد مساكي. هلا حبيبي، أهلا وسهلا فيك وسعيدين بتواجدك بسيدتي. الله يسعدك يا رب. يا هلا بك. أول شيء خلينا يعني نسألك السؤال اللي دائما إحنا يعني في كثير من الناس يعني بيشوفوا إنه شعر المرأة العربية مختلف بجماله، دائما المرأة العربية تتمتع بالشعر الأسود، الشعر الكثيف وإلى آخره، هل فعلا إنه المرأة العربية بتتمتع بشعر مميز؟ أولا أكيد طبعا تتمتع بشعر مميز، بحب رغم أنه يعني رغم الظروف اللي في البيئة اللي عندنا كلها، يعني احنا دائما بيئتنا تميل، مناخنا دائما تميل للحرارة للحرارة للرطوبة، خصوصا للرطوبة بمنطقة رغم اللي هي هذا ما جدة شاء الله وكذا. تبارك الله. يعني شعور المرأة، شعر المرأة العربية دائما يميل للشعر الأجعد أكثر شيء، بس ما شاء الله تبارك الله تلاقي يعني في المرأة العربية شعرها أجعد أكثر من ال أكثر، أي أكثر يعني تميل للجعد أكثر من ال، أنا بتكلم عن المرأة العربية بشكل عام. لا في يعني هي 3 أنواع ممكن تجيهم، يجيك اللي مثلا اللي من نوعها تجيك اللي شعرها أجعد، اللي تجيك شعرها ناعم، اللي تجيك شعرها يميل رغم اني انا اعتقد انه عندنا هنا في الخليج وهذا تتمتع المرأة يعني ما يكون كثيف. بس لا يميلوا للشعر الأجعد كمان أغلبية، كمان بحكم إنه يعني بيجونا كثير ما شاء الله تبارك الله وكذا، فدائما يميلوا للشعر الأجعد، الشعر بس الأجعد اللي يميل للنعومة أكثر. تمام، أيوة مش اللي يميل للخشونة. يعني نقول الشعر الكير اللي تقصد شوي. أيوة طيب خليني أسألك سؤال عن آخر تساريح الموضة، إيش الشعر فيه تساريح جديدة، إيش بالنسبة للقصات للألوان آخر السرعات؟ آخر الصراعات الزباين ما شاء الله تبارك الله صاروا يعاصروا الموضة بأي طريقة، يعني سبحان الله مرة غريبة، يعني بيجونا للشعر المفتوح الويفي، رجعوا للستينات التساريح القديمة للكوكينة للقلبات القديمة، رجعوا للتساريح المفتوحة اللي تجيك الريترو اللي على جنب، صاروا يعني قصدك انه صاروا يرجعوا للاشياء القديمه شويه؟ يعني من 2 سنين ما كان يعني يهتموا بالموضة اكثر، يعني 2 سنين الاخيره هذه صاروا بطريقه غريبه يميلوا للتساريح المفتوحه والتساريح. يعني كانوا زمان، انا كنت افتكر زمان انه كانوا الستات يعني امهاتنا لما يروحوا افراح ولا شيء يعملوا التسريح اللي هي الكعكه الملفلفه هي دي، الكوكينه يسموها، ايوه الاشياء لكن دحين مثلا انا شخصيا لما بروح بحب اعمل الفير الويفي الريترو الريترو. الاشياء هذه، يمكن عوده للماضي شويه، يمكن كثير كثير يعني كثير صاروا يرجعوا للتساريح القديمه، ومرة يعني لما تيجي المرأة بتبرز جمالها صارت تبرز جمالها بطريقة غريبة ما شاء الله، وحتى يعني فستانها صار يعكس على تسريحتها، صاروا يعني يوافقوا ما بين التسريح ويوافقوا ما بين المكياج كثير والفستان كثير. يقول لك يعني صاروا يعملوا حتى يعني على نفس التسريح نفس السحبات هذه القديمة. هي يعني أنا أشعر أنه مش ثلاث أربعة مبالغة، ممكن نص جمال المرأة بشعرها طبعا، عرفتي في ناس يشوفوا ثلاث أربعة تاج المرأة جمال. بشعرها، بس في دحين دارج شيء اللي هي قصات الشعر اللي هي الخرطات اللي لما يخلط الشعر تماما لما ما يخلوا فيه شيء، هذه دارجة موضوع على فكرة كمان حلوة ما هي وحشة. هل الموضوع ده دارج بشكل كبير ولا ايش رايك؟ بشكل كبير جدا جدا جدا، يعني صار البنات طريقه غريبه، يعني بيتفرجوا على القصات الجديده ويجوا يقصوها، تجيك الوحده يعني ان شاء الله تبارك الله تنحت من جهه وتطول من جهه، تلاقي الوحده تدرج جهه وتخلي يعني تساريح القصات الكليوباترا رجعوا لها مره ثانيه، صارت يعني صار الموضه بحر ما له اي رجعه، يعني صار كل ما تيجي وحده يعني بطريقه غير طريقه شكلها، صار يعني بطول، يعني كيف تقدر تقص شعرها بطول رقبتها بقصرها بامور مره كثيره. بس انت تنصحيهم بايه؟ والله هي كلها تيجي بالنسبه للقص، ايش يقصوا دحين موضه يعني دارج؟ والله الشعر القصير الريترو القصير يعملوه على شكل ريترو اكثر شيء،
هو اللي نازل اكثر حاجه. طب بالنسبه للعرايس ايش اخر موضات تساريح؟ ما شاء الله العرايس صاروا يدرجوا اي يعني يدرجوا اي موضه ما شاء الله، صاروا يعني دحين تجيك الطرح الفرنسيه القصيره والريترو الطبيعي المفتوح، صاروا يميلوا يعني للغرب اكثر من انه يعملوا التساريح المكدسه، التساريح اللي تجيك يعني شويه ما يعني انت بتنصحي انه البساطه بالشعر، لانه في ناس دحين ما ادري في عرايس انا دائما العرايس بشوفهم بيلموا شعرهم لفوق، هل الفرد الشعر شيء ممكن يكون يعطي جمال اكثر للعروسه كمان؟ يعطي جمال اكثر للعروسه بطريقه غريبه يعني، لانه هي اذا جت بتفرد شعرها هي تعودت على الشعر المفروض كثير، لكن لما تيجي تفرده بطريقه يعني بطريقتها هي وتعمل اي حركه يعني بشعرها من الطرف او انها تجيب غرتها على حسب ما يعني تغطي جبينها. طيب مريم ابغاك تعطينا بس كذا نصائح بخصوص الشعر المقصف، الشعر المتساقط. لازم يعني تهتم الوحده بشعرها، لازم كثير يعني. ايوه اعطينا يعني طرق للاهتمام. لازم الغسيل مهم، حمامات الزيت مهمه، مو اي احد يعني يقولوا لها مثلا يعني اعملي زيت تروح تستخدمه، أكسري إبر أمبولات تروح تكسر، لازم تعرف إيش مصدرها، إيش من فين جات وكيف عملت وكيف اتعملت ومن فين تأخذها بنصيحة طبية، فهذه الأمور كلها مهمة جدا. طيب أنت من أشياء اللي بتشوفيها مثلا بتأثر سلبا على الشعر، إيش أكثر شيء بتحسي أنه ممكن يكون بيأذي الشعر؟ تصفيف الشعر بطريقة مستمرة يعني الاستشوار الغلط يعني. الاستشوار إيه؟ الاستشوار الغلط تجي لازم راحت الزبونة لمصففة الشعر تعرف كيف مسكت الشعر ومسكت الاستشوار ومسكت الفرشة ما هي ما تعرف نفسها يعني كيف تعرف يعني تعمل إيه؟ في كثير يعني يسلطوا الشعر على نفس الاستشوار على نفس الشعر ايوه هذا غلط وأكبر غلط فكثير يعني لازم ومهم جدا انها في الاسبوع مره انها تستشور شعرها وتفرده وكذا يعني صعب انها تقعد الشعر تغسله وتكون يعني لامته وكذا هذه الاشياء كلها يعني تجيب التقصف تجيب التساقط تدهن الشعر فهذه كلها يعني يجب عليها انها تكون بعيده عن هذه الامور كلها. يعطيك الف عافيه استاذه مريم، شكرا لتواجدك سيدتي. الله يسلمك. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقره ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت امها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، فن الكاريكاتير السهل الممتنع للتعبير عن الرأي.